مهرجان أم الإمارات، المهرجان الترفيهي الأكبر في المنطقة، والذي تتواصل فعالياته على كورنيش أبوظبي حتى 18 من ديسمبر الجاري. يحفل المهرجان ببرنامج حافل بالأنشطة الممتعة والتجارب الغامرة والفعاليات الاستثنائية الفنية والمأكولات الشعبية، كما يتضمن مساحة مخصصة للبيع بالتجزئة تتميز بتصميم فريد وتضم مشاركين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عروض حية لفنانين عالميين ليقدم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الأعمار. والله ما شاء الله المهرجان جميل، والحين مع الأجواء ففي أكتيفيتيز وفي مطاعم وفي أماكن للأطفال، يعني عندنا كان قرايبنا موجودين في المهرجان وراحوا الألعاب واستمتعوا، بالذات مع الوقت يعني في هذا الوقت في السنة والأجواء كثير المهرجان يعني حلو. احنا دي تاني سنة نحضر المهرجان والصراحة ممتاز وأمان للأولاد، والأولاد بيجوا ينبسطوا، وإحنا حضرنا السنة الماضية وبرضو كان على نفس المستوى، وكل سنة بنتبسط فيه يعني بإذن الله يكون دايم على طول الأمان والتقدم ويكون في مستوى برضو أحسن وأحسن بإذن الله يعني. يحوي المهرجان 6 مناطق متميزة: عالم الإبداع، ومنطقة التشويق، ومنتزه التسلية، وبستان التذوق، وساحة العروض، وحي التسوق. ويمكن لرواد المهرجان الاستمتاع بجولة بين المطاعم العالمية وحضور الحفلات الموسيقية المتنوعة التي يحييها عدد من الفنانين وسط عالم مليء بالبهجة والمرح. أما الأطفال فيعيشون تجارب تعليمية ممتعة لا تنسى في منتزه التسلية، حيث يكتشفون مناطق ذات طابع خاص ويستمتعون بالأنشطة التفاعلية، كما يمكنهم التدحرج على أرضية الحمم وبناء أشكال باستخدام كتل الإسفنج الملونة وسط بيئة جاذبة مليئة بالألوان والحكايات.